احلى صباح لكل المشاهدين. نرجع معكم اليوم الاثنين، بنبلش الاسبوع اكيد بتمارين كثير حلوه ومفيده. رح نكون عم نشتغل على اللور بودي، يعني على عضلات الاجرين، بس هالمره ما حنكون عم نشتغل انتنسيتي عالي. يعني انا بنصح كل الاشخاص اللي عندهم شوي وجع ظهر او بحبوا يشتغلوا اكسرسايزز هن ومرتاحين اكثر وعم يتنفسوا بطريقه اريح، يكونوا عم يشتغلوا مات اكسرسايزز او اكسرسايزز على الفلور، لانه بنكون عم نشتغل بستابيليتي اكثر للظهر او مثبتين الظهر اكثر. رح كون عم بلش باول اكسرسايز، رح انزل على المات. اول شيء ثبت ظهري بايدي بهالشكل، رح يكونوا اجري 90 درجه اكيد بوجه ايدي، وعطول كتافي بريحهم، رقبتي عطول على مستوى ظهري، يعني ما بعلي ما بوطي كثير، حاول ريح رقبتي قد ما فيني. رح بلش باول اكسرسايز، رح كون عم اشتغل كومبينيشن كيك لفوق، رح افتح اجري، اجري جالسه بسكر، برجع بعمل كيك وبنزل. فقدر اب اكستند بسكر كيك وبنزل. كمان مره اشتغل عمهلي كنترول اكستند كيك وبنزل لفوق، بفتح اب وبنزل اب. بعد مرتين اكستند برجع بعمل كيك وبنزل، واخر مره كيك لفوق اب. بريح حالي شوي، بريح ظهري اذا بدي، برجع بنتقل للجهه الثانيه وبعمل نفس الشيء، بطلع اب بعمل كيك اكستند كمان كيك وبنزل. فاذا كيك اكستند بسكر بطلع وبنزل كيك بنزل كمان لفوق كيك اكستند بسكر. اب بنزل بعد مرتين كيك لفوق اكستند بسكر، واخر مره اب بسكر كيك وبنزل. شوي فيها كومبينيشن، بدها شوي تركيز، عم نجمع تو اكسرسايزز مع بعض. كمان رح نشتغل بنفس الطريقه، رح افتح اعمل اكستند ارجع انزل كيك سكر وبنزل كمان اب. بعد أربعة ثلاثة اثنين آخر مرة وبريح، ريح ظهري شوي كمان لجوا، فيني أكتر حط راسي بين إيدي، بعمل اكستنشن بنتقل على الجهه الثانيه كمان، افتح بعمل اكستنشن وبرجع، بحاول قد ما فيني شد اجري خمسه سته سبعه ثمانيه تسعة آخر مرة وبريح. كمان برجع لورا إذا بدي بريح ظهري. مثل ما قلت لكم هذا الإكسرسايز كثير مريح للي بيوجعوا ظهره، ياخذ نفس كمان مرة. هلا رح نام على معدتي بهالشكل، حط إيدي على الأرض، رح كون عم بشتغل اذا بتنتبهوا على اجري، رح كون عم شد اجري بعكس بعض، رح اعمل اكستنشن لاجري هالشكل، رجع اعمل كير لجوا، عم شد اجري بعكس بعض، عم بستفيد من الريزيستنس اللي عم بخلقه انا باجري. اربعه خمسه، دايما بس شد بظهر النفس، باخذ النفس انا وعم شد اكسهيل. سبعة ثمانية تسعة آخر مرة عشرة. أكيد بغير الريزيستنس، يعني ببدل الإجرين
كمان عم بتفرش الاجرين بعكس بعض، بخلق ريزيستنس هون، برجع بشد اجري بهالشكل. كمان 3 4 نعمل هيزيتيشن صغيره. سبعة 8 9 اخر مره 10. حقلب على ظهري، 2 على ظهري، ناخذ نفس، ريح حالي، ننتقل لاخر اكسرسايز رح كون عم بشتغل كيكس بهالشكل. رح اجمعهم مع بريدج لفوق. مرة كيك، مرة بريدج لفوق. فهمت؟ هوب قد ما فيني بعلي، بعمل اكستنشن كيك. إذا رقبتي عم توجعني فيني ريح رقبتي على الأرض. كمان هوب اكستند. هلا شوفوا شو رح نعمل، رح نعمل هولد 5 سكندز. رح ننزل كيك كمان. Up and hold. بعد مرتين. نعم سكويز قد ما فينا. 5 4 3 2 1 واخر مرة بريح. بعدها انتقل. 5 4 3 2 1 بريح. اكيد بدي اعمل اكسرسايز على الجهة الثانية. ريلاكس، حاولوا تركزوا بعقلكم على عضلة اجريكم قد ما فيكم. دايما الاجر مشدودة نحن عم نعمل كيك، حاولوا قد ما فيكم تكونوا بوينت بالاجر بالركبة، دايما على خط واحد كل الاجر مشدودة. نطلع كيك نرجع اب اند اب. كمان فرونت كيك. هلا حنبلش نعمل هولد 5 ثواني. ريح داون كيك اب. كمان اب. 2 مور كيك لفوق 5 ثواني اخر مره اب. هلا هول فوق، خلينا فوق. رح نكون عم نعمل سكويزز، حنسكر الاجر بهالشكل، نحاول ندق ركب ببعضهم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شوفوا شو رح اعمل، رح اطلع اكثر اكستنشن لفوق على الماكسيموم. بلا ما طلع التشست، ظهري ورقبتي مرتاحين. كمان مره 2 3 4 5 واخر مره لفوق. اكستند اند هولد 5 4 3 2. ريح اجري، مد ايدي، فيني اكون اكيد عم ريح ظهري. بطلع الاكسرسايز اللي شفتوهم فلور اكسرسايزز كثير بريحوا بقوة الظهر، مفيدين كثير للور بادي. قد ما فيكم تشتغلون على مهلكم، تنفسوا، خذوا وقتكم، عيدوا كل اكسرسايز لثلاث سيتس. يعني فيكم تعملوا تقريبا 12 جوله من هول الاكسرسايزز كتوتل بالمجموع، كل الاكسرسايزز 12 جوله. هيك بتكونوا استفدتوا من تمرينه لور بادي، واكيد بتكونوا حققتوا اذا بدكم استفاده بلا ما تكونوا عم تضغطوا على ظهركم. هذا كل شيء كان لليوم، انا بشوفكم بكره بتمارين جديده، بنرجع سوا هلا لعند المسؤول.